عندنا اول شيء ضغط الدم زين يسموه نان انفيزف بلاد بريشر. هسه اقول لك ليش المختصر مالته ان اي بي بي تحضرون مختصر نان انفيزف بلاد بريشر. نان شنو؟ نان انفيزف يعني جهاز الضغط ما راح يخترق جسم الانسان، لان احنا وين نخلي الكف؟ اخترقنا جسم الانسان بينما نخلي كامل مستوينا طبينا بجسم الانسان لذلك يسموه انفيزف. نعم ادخلنا نعم انفيزف هاي اول شغله. نجي على القرار مال الضغط عندنا سايستوليك دايستوليك سايستوليك اللي هو يسمي الضغط المتضارب او الضغط العالي اللي شو يمثل؟ القلب مو راح يضخ الدم الى بقيه اجزاء الجسم، ايش قد تحتاج ضغط اللي هو هذا الدايستوليك الانبساط اللي هو شنو الفتره اللي يرتخي بها القلب ويمشي الدم بالشرايين وتاجي الكورينا الارتري يغذي عضله القلب. ايش قد يحتاج؟ مثلا السهال 90 خلينا نقول تقريبا الضغط. الرقم بين قوسين شنو؟ يسمون مين ارتريال بلاد بريشر. مين؟ المعدل مال ضغط الدم. اللي هو هذا مين جاي؟ سايستوليك زائد 2 في الدايستوليك على 3. مين جاي؟ سايستوليك اي زائد 2 في الدايستوليك على 3. كلهم على 3. هذا شو نستفاد منه؟ اذا 60 فما فوق معناته الدم عندك يوصل لاعضاء الحيويه. البرين، هارت، اللانس، كيدني. طيب هذا يفيدنا. عمرات تشوفون هنا مثلا قرالكم الضغط 9/7. احنا عم نشوف نقول هابط. هابط. هاي. بس من شفنا المين فوق 60 او مثلا 65 وفوق. امشي مين اشوفه؟ المين مهم. امشي. داستوليك مهم. طيب. وكل واحد يمثل فكره بس. بشكل عام ما شفنا الدايس المين مضبوط فانت شنو تطمن بانه الاعضاء الحيويه دي وصل لها خلصنا من ضغط الدم. اكو عوامل تصعد وتنزل اللي هي شنو ذا المرض قاعد ذا المرض اصلا عنده ضغط اذا اساسا عنده الم كلها اسباب فلود زايد ماشي او لا تنسيزي بالعكس قليله لا تنسيزي. إذا أسباب انخفاضه شنو بس هي؟ أسباب انخفاضه بالعكس أما نعطي مسكنات وايد أو ديب أنستيزا أو ديهايدريشن ماكو فلويد زين. هنا نسوي صفر لأن نسوي أوتو ميجرمنت. يعني شو الأوتو ميجرمنت؟ هو يقيس وحده كل 5 دقائق يقيس. ديب أنستيزا يعني تخدير عميق؟ إي. هذا الأحمر ده شوفوا لي ما في قراءة هذا يسموه arterial line أو invasive blood pressure. هذا شنو الفكرة منه؟ هذا إحنا ما نستخدمه هنا أكثر شيء العناية أو عمليات القلب. هذا حيدخلون كانولة بالشريان مو بالورك. arterial line يسموه ويا كل نبضة يقيس لنا الضغط. هذا يسموه invasive blood pressure. هذا بالعناية إحنا نحتاج إن invasive. نجي على الشغل الاخر الاس بي او 2 شو يمثل؟ تشبع الدم بالاكسجين. لانه ايش قد دمك شايل اكسجين؟ لان احنا الاكسجين عندنا نوعين ذائب حر. هذا الحر اما الذائب شلون راح ينطيه اياه عن طريق الجهاز؟ لا احنا بجسم موجود بالبلاد؟ لا احنا اي الدم عندنا حر اكسجين حر عندنا ذائب بالبلازما. الذائب شلون نقيسه؟ ناخذ دم شرياني ونقيسه جهاز يسموه الاي بي جي فيطلع لنا البي اي او 2 هلجي. نقيس الذائب هذا يسموه ذائب ايش قد نسبته بالجسم؟ 3% لان مال الاس بي او 2 الاكسجين الحر 97% اللي هو دي طنس. قلنا شلون نقيس الذائب؟ ناخذ عينه من الدم الشرياني. الدم شرياني. اوكي. هذا بالبلس اوكسيميتر. اللي احنا نعتمد عليه. نجي على الشغل الاخ هنا مش مكتوب البلس ريت. البلس ريت شنو يعني؟ مو كنا معدل ضربات القلب. بس هذا شنو؟ نكمل. فالبلس ريت قلنا
سج قد يقل هنا 135 تقلصات او اقل بس عندنا فرق ننتبه على شغله ماش كاتب لي بلس رايت ماش كاتب لي هارت رايت شنو الفرق معدل ضربات القلب هنا النبض شنو الفرق هذا يديك هاي اي بس شنو الفرق خلينا نفكر ثواني قبل يلا هذا الانقباضي والانبساطي هنا يعطينا المعدل هذا انقباضي وذا الضغط خل اقول لكم الفرق البلس ريت اول نقطه نقيسها بالبلس اوكسيميتر لان هو شيء مثل ميكانيكيه القلب القلب مو قلنا يدفع دم فبشر يعني كم مره دفع الدم ورجع دفع ورجع قلب ميكانيكي الهارت ريت نقيسها بالاي سي جي هاي أول نقطة، النقطة الثانية هو كهربائية، سرعة انتقالية شارة الكهربائية من اس اي نون ل اي نون هذا ال HR HR heart rate، ال PR pulse rate لا لا شنو اللي نقيسه ما السرعة الانتقالية؟ هذا ال heart rate كهربائية القلب، يعني ما نقدر نقيسها بيدنا ال pulse rate نقدر هيك نسوي نقيسه نعم الاي في نوت قاعد اي اي من الاس اي نوت ايش قد تنتقل طبعا الاي في نوت الاس اي زين نوت الاي في نوت وتعطي كهرباء للرايت اتريوم لليف اتريوم للاي في نوت تنتقل عن طريق النوت تحت اي بس اخر شغله بقت لنا بهذا المونيتور اللي هو البي اي راح تشوفون بعض الاجهزه ال بي اي شو يسمون بيرفيوجن اندكس شنو بيرفيوجن فوذيه لان الدم بيوصل للانسجه بيرفيوجن تقريبا اذا فوق الواحد ونص انت طبيعي هذا شنو استفاد منه هذا يقصد بالعفو هاي الدم البيرفيوجن اندكس يقول لك بين مش قد الدم ده ينفذ للانسجه اذا فوق الواحد او واحد ونص هذا طبيعي شنو استفاد منه زين كل ما اعلى كل ما معناه الدم بيوصل للانسجه افضل صوره افضل فهم معناه شنو معناه حتى اذا مرات ما عندك ضغط وبس عندك البيرفيوجن اندكس تقدر تقدر بان ضغط الدم طبيعي هسه كلش طبيعي كلش عثمانيه لان هي اصلا طفله ثاني شيء شنو الهارت ريت ما تعالي والسيركل السيستم ما سيركليشن مرات اعلى عادي مرات تقنيا واحد يعني مثلا اطرافها بارده حتشوفوا القلب اي من الاطراف تبرد لان دم يقل من الطرف زين حاله خطره ده قل حي مو حاله خطره احنا حاطين انطباع انطباع على شنو بانه الدم ده وصل الانسجه لو لا بانه قوه تقلص القلب زينه لو لا فهذا يسموه المونيتر هذا محتويات مالته واضح سهل لو صعب؟ لا سهل نعم يلا هسه نخلص الجزء الأخير وقف في ذلك.